بد في الانتصار بسلبيه كبيره جدا. فهدف الاثنين عرضيه خطيره والهدف الهدف جوه الجول جوه الجول جول. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. قلت لكم مشاهدينا، قلت لكم متابعينا، اللعب على الجناب هو مفتاح اللعب، هو مفتاح الفوز. لعبوا وعملوا هجمه وعملوا رقصه حلوه، هذه الرقصه اليابانيه هنا في الملاعب اليابانيه هنا في مونديال كاس العالم اليابان 2012. حلوه الهجمه، حلوه حلوه الجمله، حلوه حلوه العرضيه، حلوه عرضيه ساحره ومتابعه جميله من هداف قناص موجود، هو اللاعب هيساتو ساتو يحطها جميله جدا بوش القدم بالقدم اليسرى تروح وتعدي على الشمال. الحارس الكنوبي يونج كوانغ عن فريق هيروشيما يسجل الهدف الثاني.